السلام عليكم. ريحاني عبد الفتاح، بائع متجول من سوق بير الحلو، وجينا هنايا كندقوا واحد الباب بحال بزاف البيبان باش نلقاو حلول لينا حنا كبائع متجولين. هذاك السوق هذا ما عرفش الناس، السواق كاع اللي حداه خدامين عادي تقريبا بحال هكا، كاين الاجراءات ديال الحجر الصحي، ولكن يسواق اخرين يخدموا، حنا لا، حنا منين جينا؟ حنا مغاربه، هذيك ارض مغربيه، ديروا لنا واحد الحل، حاولوا ديروا لنا شي، ما لقيتوش لنا شي بقعه ارضيه فين تحولوا لنا ديروا لنا شي سوق نموذجي، حاولوا ديروا واحد السوق ديال القرب هذا غير تصلحوه لينا، والدوله تستافد وحنا نستافدوا وكل شيء يستافد. هذاك السوق هذاك راه شحال كيدخل ليه ديال الطوناج في النهار، ديال الخضره، ديال الديسير، راه حنا كنعاونوا في هذا المجلس المدينه وكنعاونوا في الداخل ديالها، حنا ماشي كوك، وكنعاونوا عاوتاني هذوك الناس اللي ساكنين القاطينه ديال تماك. الراجل كيخرج كيخري لمرته 20 درهم كيقول لها ديري الغدا ولا دبري راسك معاه، كيخرج والمراه كتخرج كتلقى السوق قدامها، والحمد لله عارفين كاين الخضاره اللي عارفين هذوك الناس تماك مخصوصين شي حاجه، كاين اللي كاع ما كيتخلص لا جزار لا خضار لا مول هادي لا مول هادي، وكانت المراه كتشيط هذيك 20 درهم، وكاينين الخضاره تماك اللي ما عرفتش الله يهدي ما خلق. دابا راه بنادم من دافع ومتهور ووصلت ليه كما كيقولوا الضغط كيولد انفجار، بنادم راه وصلت ليه للعظم. وتصور انت 5 شهور وانت جالس زعما كاين 6 طل راه خواه جيو خواه، وانا تقبتهم كاملين ما كنلقاش العشرات درهم، انا كون ما الجيران وكون ما الخوت كون ما الناس المحسنين ما غاديش نكمل، فين اش غادي ندير؟ عندي 3 الوليدات ما غاديش نكمل، غادي نمشي كون ما الانتحار حرام، راه نمشي نقج راسي، راه ساهل نقج راسي، راه ساهل نحط قنب وندير هكا نعاس بحالو بحال الموت، بنادم اللي كينعس راه تيموت، امشيت حنا نقتلوا راسنا. ولكن اش غادي نقول غدا يوم القيامه الله، وهاد الناس خاصهم يثيقوا بواحد، الا كانوا كيعرفوا الله. كاين واحد السوره قرانيه كتقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حنا اعتبرونا بحال وليداتكم. كنهضر مع السلطات العموميه، قيد باشا عامل وزير الداخليه، كنهضر معاهم كاملين، عاملونا بحال وليداتكم. غدا يوم القيامه راه كل واحد غادي يدخل من واحد الباب اللي سميتو الموت، اي واحد غادي يتحاسب، غادي تحاسبوا علينا حنا. غدا يوم القيامه غنقجوكم من هنا، غادي نقولكم ضيعتونا في حقوقنا، حنا مغاربه عندنا وليدات، عندنا وليدات كيجيبوا معدلات واعرين، الله يصلحهم الله يصلح كاع وليدات الناس، ما غنداش نعاود لكم مشاكلي. كاين الله اكبر، الناس كاع عندهم مشاكل ديالهم، كاع الناس عندهم الهموم ديالهم، واللي عاود لك لا جيتي تصنت لواحد غادي يضرك، ملي غادي تمشي عند الاخر غادي تمرض كثر وغادي ياكلك دواليك تالين. اخويا اش غنقول لك، تحت الزيرو 50 ناقص 50 درجة بحال هكايا، تتصور انت حنا باغيين التعادل، حنا باغيين عم نصرفوا عم ناكلوا عم نشربوا عم نخلصوا البوطه، نخلصوا الكريديات اللي علينا، نخلصوا الموت الضو، حنا كارين. الديسك هذا راه شحال من واحد كيعيشوا، ماشي غير انايا، الاختلاف خالق الله، ولكن حنا راه ضرينا. الحجر الصحي تجاوبنا، سدينا على وليداتنا، ما بقيناش خرجنا، عطاونا هذيك الرخصه الاستثنائيه، انا شركت ديال المراه بقات عندي وحده ديالي، باش خوفا باش على الانكاء الانساني. انا كنحيي السلطات من هذا المنبر على السلطات المغربيه، تقريبا اول دوله اللي قدرت مزيان الكائن الانساني، منهم شمكاره كما كيباتوا في الزنقه كما كان، قدراته واحترماته، كاين اللي ما عندوش باش يداوى دواته وكل شيء، والحمد لله. هاد المبادره اللي وصى بها واشر عليها ودا عطى 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 هذاك عطى البصمه ديالو، الله ينصرو لينا جلاله الملك. كيخطانا هو اش غادي نديرو؟ حنا بزاف ديال الفاسدين، بزاف. اي واحد استفتي تم الدعم ديال الجائعه؟ هاد الدعم تقريض الله في عنقك، اش غيدير لك 1200 درهم فاش غتقدك؟ انت لا ضرب شيها في الشهر غتعطيك 40 درهم، انت في الصباح 20 درهم كتجيبها غير خبز، ها الخبز، الدراري غادي يفطروا، ترى الدراري مابقاش الدراري ديال بكري، هذا خاص يفطر بهادي، هذا خاص يفطر بهادي، الغدا هكاك والعشاء هكاك،
وهذيك النفسيه ديالنا حنا كتدهور ملي كتلقى راسك واقف حدا مول الحانوت واحد كياخذ ولدو دانون ولا شي بيسكوي ولا شي فيمو ولا شي شهيوه ديال الدراري الصغار وانت ما قادش دير يدك. علاش؟ مول الحانوت كيتسالك وتبارفك ديجا قال لك ما خلصتينيش ساعتيني اتساع فين غادي نمشيو؟ حنا ولينا تنسعاو بعد التلفازه بلازما بعد بيكالا الله يهدي ما خلق. حنا كنطرقوا جميع الابواب دابا وحنا كنحاولوا لعل وعسى يديروا لنا شي حل ايجابي يرضي جميع الاطراف. حنا بغينا السوق يستافد منه كل شيء ماشي النص النص. لا شنو هو الاستفاده من هذاك السوق دابا هو مسدود بحال هكاك؟ اش غادي كليان غادي يهربوا؟ شحال من عائله غادي تشرد؟ شحال من مهنه زعما كاين غادي تحيد؟ كاين لي واحد الديره ها شاريه شاريه حتى هويا وخدام به مروش به. كاين المراه كتبيع البلاستيك ولا كتبيع الساشيات حتى هي معاونه به بناتها كيقراو ولا شي حاجه. راه هذا الشيء خاصنا نجيبو لك واحد بواحد. شحال غادي قدنا عام عامين ما غاديش نكملو. ولاش على الكاس في الدار سد عليهم دابا مع كورونا زاد حتى الماكله الماكله هي تزاد بنادم تيدور خاصهم ياكلوا كيدور كيتشهى كيجي كيقول لك جيب لي هذه جيب لي هذه جيب لي هذه. عينا من البيض ومطيشه بدلنا عليهم درنا لهم المطيشه والبيض اش منين غنكون خن هذا الله يهدي ما خلق ويشوفوا فينا بعين الرحمه هاد الناس ويحاولوا يحاولوا يحاولوا ولو نظريا ولو نظريا يحطوا راسهم في بلايصنا حنايا. فين غادي نمشيو؟ اش غادي نديرو؟ حنا كبرنا على الخدمه انت سنايا رابو بحال مفرق عليا بوطه في امي. فين غادي نمشيو؟ تالين تالين بحال هكايا هما كيماطلوا فينا. علاش؟ علاش؟ حنا حشومه حشومه هذه دوله الحق وهذه كنخدشوا هذيك الصوره الجميله ديال المغرب بهذا الشيء. حشومه اي دوله اي دوله كما كانت متقدمه فيها الباعه المتجولين هما اللي كيقول لك تم حتى الملك العمومي وهي ارض مغربيه وحنا مغاربه. الله يهدي ما خلق. امين امين. الله يهدي ما خلق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.